انا الكابتن شريف عدنان لاعب المنتخب الوطني وهي قصتي. انا بلشت كره قدم مثل اي لاعب في الاردن بالحاره، كنت العب كره قدم بالمدارس، واختارني مدرب اني اروح على المنتخب الوطني. كان في منتخب وطني ناشئين، وكان مدير المنتخبات الوطنيه انا ذاك الله يرحمه الاستاذ مظهر السعيد، وكان يعني موجود وقت انا ما عملت التست التجربه، واختارني اني اكون ضمن المنتخب. بس كنت العب مهاجم، كنت العب جناح شمال، وفجأة يعني هو اختار لي مركز معين، اختار لي أكون قلب دفاع مدافع، وأبدعت في هذا المركز. وبعديها تسلسلت من رحت سجلت بالنادي الفيصلي عن طريق الأستاذ مظهر، وبعديها رحت على المنتخبات الوطنية، منتخب وطن الناشئين، منتخب وطني شباب، أولمبي، بعدين لما وصلت المنتخب الأول، وبعديها احترفت في الخليج، لعبت في نادي الخليج السعودي، بعديها احترفت في البحرين في نادي الرفاع الشرقي، بعديها رجعت على الأردن، كملت مع النادي الفيصل وكملت مع المنتخب الوطني، وأنهيت مسيرتي بال 2019. أول هدف لهذا اللاعب، إذا شريف نصار عدنان رقم 15 يتمكن من إحراز هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. أنا كنت مميز في المدرسة وفي الحارة بكرة القدم، ففي مدرب صديق لي كان يجي هو يجمع اللاعبين ويوديهم على الأندية، فهو قال لي إنه في اختبارات للمنتخب الوطني، فأنا لما رحت على المنتخب الوطني كانوا فكروني بنادي، فقال لي لا تقول لهم إنك مش في نادي وهيك، لأنه ممكن تروح، لازم تكون مقيد يعني في نادي. فأنا قلت لهم إن أنا بنادي الصيف، فظلت الأمور. بعدها صاروا بدهم إني وراق وهيك، فالواحد صار مرتبك شوي هيك. فأنا رحت على الأستاذ مظهر قلت له أنا لا بنادي ولا بشي، فهو هيك حسيت انه يعني زي اللي صدمه، اللي بقول لي خلص ممتاز. قلت له ممتاز يعني انا عشان ما يعني ظل في هسه سفر في معسكرات، اللي بقول لي يطلع معي بالسياره، واخذني على النادي الفيصلي، سجلت هناك ووقعت. شوف انت لما تمثل المنتخب الوطني انت بدك تمثل الاردن، ما دام بدك تمثل الاردن وحامل علم الاردن اذا انت بتمثل عدد سكان الاردن كلهم، يعني زي كانك طالع سفير للكره الاردنيه وسفير للاردن وللشعب الاردني. فانت لما بدك تمثل الاردن بدك تمثله خير تمثيل. واليوم لما تروح انت تلعب مع اي منتخب وطني مين مكان، عربي اجنبي شو مكان، انت اليوم بهمك انه علم الاردن يظل مرفوع. كيف بظلك رافع علم الاردن؟ بانجازاتك وبتفوقك. يعني احلى انجاز للكره الاردنيه واروع نواج انك تصل لملحق كاس العالم لما لعبنا مباراه الاوروغواي، يعني هي من احلى المباريات اللي لعبناها هي على صعيد المنتخب، اما على صعيد النادي اللي هي نهائي ابطال العرب لما خسرنا مع وفاق الصيف في الدقائق الاخيره خسرنا 1-0، يعني هذول المباراتين ما بروحوا من الذاكره لانهم من اهم المباريات كانت في مسيرتي الكرويه. يعني هاي البطولات يعني لا تنسى، بالذات الاتحاد الاسيوي من البطولات العزيزه على قلب اي لاعب، يعني هاي يعني بطولات صعبه كان فيها ادوار كثيره بتلعب فيها سنه كامله، يعني ما بتلعب لفتره معينه، بتلعب يعني سنه كامله عشان تحصد اللي هو يا الكاس يا انك بتروح خالي الوفاض. هاي قطر الدوحه 2013 جبنا وصيف لما خسرنا في مباراه نهائيه 1-0 دوره الالعاب العربيه، وهاي كاس الاتحاد الاسيوي 2006 لما جبنا المركز الاول، وهاي الدوري المناصير درع المناصير اخذناه برضه جبنا المركز الاول في السنه هذيك، اظن ب 2011 2012 جبنا الاربع بطولات الكاس والدرع وكاس الكؤوس والدوري. فهذول من يعني خلينا نحكي من اميز الامور اللي كانت موجوده، وهي بطوله الدوري كانت برضه في نفس السنه، يعني من اكثر شيء يعني تعبنا فيه كمان وتغربنا، يعني خلينا نحكي بعدنا عن البيت وبعدنا عن الاهل، وكانت بالنسبه لي يعني خلينا نحكي صعب شوي انه انا كنت متزوج بال 2010 ونهايه ال 2010، وكانت بطوله قطر اللي الدوحه اللي هي البطوله العربيه كانت اللي هي المنتخبات كانت بال 2011 بشهر واحد بنطلع بنسافر، فانا سافرت بعد الزواج بجوز بشهرين ثلاث وظليت هناك شهر ونص تقريبا. لشريف عدنان لاعب محوري
لاعب يقوم بدور واضح تماما في الجانب الايسر. هذا التيشيرت لما لعبنا مع منتخب الاوروغواي، هذا التيشيرت لكافاني. لعبنا مباراه، يعني مباراه تاريخيه للمنتخب الاردني، كانت هناك في الاوروغواي، يعني من المباريات المميزه كانت، وهي المباراه يعني من المباريات يعني العزيزه على قلبي. يعني كان في لقطات كثيره بيني وبين سواريز وبيني وبين كافاني، بس سواريز يعني من كثر خلينا نقول تضييق الخناق عليه وكذا، زي حتى بطل يلعب الكورنر، هو صار هو اللي يروح يعني يلعب الكورنر من منطقه الكورنر، واخر يعني شيء صار بينه وبينه يعني كلام قد ما كنت ملاصق له، اللي هو بقول لي يعني اخر شيء تعال العب الكورنر عني، يعني ظل جنبي تعال هنا بدي اروح العب الكورنر، بمعنى الكلام يعني باللغه تبعته. برافو للنشابه، كره ابعدت في اللحظات الاخيره من امام سواريز، اللاعب الذي يستغل اشباه الفرص، هذه المره الحصار عليه كبير والتغطيه ممتازه والرقابه موجوده، وشريف عدنان بيلعب معه كظله، بيقول له تعال تعال وين رايح. صحيح، فكرت اتجه للتدريب واخذت 3 دورات، اخذت السي والبي والاي، فبجوز هيك ابتعدت شويه، يعني خلصت الدورات وما يعني ما كانش في فرص قويه انك يعني عشان تبدع. اليوم المدرب اذا ما كان عنده ابداع وما خرج لاعبين، واللاعبين حكوا انه انا اللي مثلا اكتشفني مثلا الكابتن شريف او الكابتن حاتم او الكابتن حسوني، فانت ما عملت انجاز. فاليوم انت بزبطش انك تكون لاعب عندك انجازات، وعلى على صعيد التدريب ما يكون عندك انجازات. فاليوم انت بدك يصير عندك انجاز، الانجاز بدون امكانيات وبدون مادي ما في، وهي مشكله كبيره. فاتجهت يعني لامور ثانيه اللي هي سياسه مثلا، ونزلت على انتخابات اللامركزيه، والان انا عضو مجلس محافظه لا مركزيه في منطقه الزرقاء، ممثل عن الصيفي طبعا. الحمد لله.